اللي فتح. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده الخميس، بكره الجمعه، يا رب على جمعه سعيد عليكم كلكم يا رب، وعلى محمد. والجو شاتي، الجو شاتي خالص، ارفع ما شاء الله. على فكره الفسيخ ده ما شاء الله تبارك الله عليه وعلى جماله، خوان الف صحه وعافيه وعافيه وصحه، وانت على ياكلوا يا حبيبي الف انا وصحه وعافيه على ياكلوا. عندنا بقى الحبايه كيلو، اطلع بالحبات كيلو. ايه على فكره الفسيخ ده حلو قوي يعني اللي ياكل واحده ياخد واحده يلم معاها اربع تنفار ياكلوا فيه ملان لحم. يعني النهارده فتحه واحده، النهارده ما شاء الله ملان لحم ملان. الف انا وصحه وعافيه لله يا ان شاء الله. تسلم ايدك يا احمد. السمك حرام وبيشر زيت، بيشر زيت اهو مستوي ده. يعني كل الفسيخ بيبقى وربنا ريحته فتحت نفسي يعني. وريحته جميله قوي قوي، حلوه قوي. معظم الفسيخ بتبقى بتاع الشتاء بيبقى مجلي، ده فسيخنا سايح عرقان وبيخر زيت كفايه كده. ده بس بنتكلم، لو حد عايز يتفرج عليها من اليمين، من الشمال، من فوق، من تحت، من اي مكان، يعني احنا جاهزين. ماشي، دايما جاهزين. ماشي، البحار بيدمر الاسعار. يعني مش هقول اسعار بقى عشان في ناس بتزعل. ليه؟ الفسيخ ده اهو يا جماعه، الحبايه كيلو اهي، حبايه كيلو. يعني بسخن ممكن اخربها الوقت. الحبايه كيلو اهي احنا هنبيعها، هنبيعها افتكر ببلاش ب 100 جنيه الحبايه كيلو. هقول لك على حاجه، انت اللي سخنتيني. سخنتك ب 90 جنيه. ب 90 جنيه يلا وكسر. الحبايه كيلو ب 90 جنيه يلا 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 يلا. واللي جاي وعايز ثلاثات، ثلاثات ما شاء الله. يلا 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 يلا. هنعمل زي ما كنا بنروح السوق ب 65 جنيه نفسي. اه يلا انت في السوق يا كداب. يلا اه يلا. شفت ثلاث وحدات كيلو اهو ما شاء الله. مش سخان الكيك، ما تسخنينيش. اهو بسم الله. خلاص بقى انت لسه تطلع كفايه كده. هطلع لهم بس انا ما مش خلاص مش مشكلة. يلا بقى مش مشكلة. لا كفاية. المهم ان احنا عندنا من الاصناف دي ثلاثات اثنينات، ما عندناش اربعات، لسه الاربعات ما استواش. اللي عندنا بكره اللي حد عامل شوكولاتة؟ الثلاثة ده على فكرة اللي خالية منه، اللي كان مخلي اللي كان في السنين. اللي عايز ايه؟ اللي عايز شوكولاته. ايه شايفين الشوكولاته؟ والسردين بتاعنا يا محلاه، سردينا جميل بقى. انا من حق وانا عمال اتكلم. ايوه خلاص يلا نسيت اقول لكم يا جماعه، انا كنت قلت لكم ان في توصيل القاهره لحد باب البيت. القاهره، اسكندريه، اي بلد اي بلد اي بلد في مصر، التوصيل لحد البيت دلوقتي ماشي، بيبدا من 45 عشان بنجمع اوردرات ونبعت يعني بيبدا التوصيل من 45 ل 60 جنيه. مش يا ابني مش ما كنت تسيب عشان اعمل على خلاص سيبهم. بس يلا كده بيبدا من 65 من 45 ل 60 التوصيل لحد باب البيت. يا جماعه انا كنت بنحي من يومها لان اتنصب عليا في شركه شحن، والشركة شحن دي اسمها البراق. شركة البراق نصبت عليا. والله العظيم عشان ابني قابله في الطريق وقال له ان انت نصبت علينا، خلى العربية بتاعت المركز معدية وقام قال له الحقوني يا باشا، بيضربوني يا باشا. وحياة ربنا يعني. بص يعني سرقونا ودخلونا السجن كمان. ضربني وبكى سبقني. شفت بقى اهو اهي شايفين، الف هنا وصحة وعافية للي ياكل. استنى احنا انا بروح امام مدرسه الصنايع، ما لناش فروع اخرى،
واللي عايز احنا تحت امره. اللي يا جماعه انا قلت لكم التوصيل لحد باب البيت، اللي كلموني في التليفون وانا قلت لهم لا كلموني تاني، يا جماعه كلموني تاني لان الارقام راحت من عندي. اللي عايز توصيل لحد باب البيت أو اللي يا جماعه يعرفني تاني او يتشرف بيه تاني علشان حضراتكم احنا بنجمع الاوردرات دلوقتي اللي طالعه مصر واللي طالعه اسكندريه واللي طالعه في اي مكان الزقازيق اسكندريه يعرفني من دلوقتي عشان قدامه يومين او حاجه على ما يجي لكم كل البلاد. فاللي يعرفنا يعرفنا يا جماعه، يا ريت اللي عايز اوردرات يعرفنا من دلوقتي. وعندنا تحت امركم عندنا السردين وعندنا سخين البحار، نبرو امام مدرسه الصنايع اللغه النغمه بتاعت امي. رقم تليفوننا 010-33-27-0044 دي رقم امي. يلا قول بقى سلام 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 يا عبد سلام.